دكتور، عشان برضو زي ما كان بيقول فاروق كده، يعني رمضان يعني الحلويات، لازم الناس هتاكل حلويات، هل في مكملات غذائية معينة ممكن ان احنا ناخدها تساعد اكتر على حرق الحلويات تحديدا؟ هو في ناس بتاخد حاجات كتير للسكريات زي السيدوفاج، زي النبات اللي هو الجارسينيا، زي الجيمنيما سيلفستر، بس اعتقد ان من افضل الحاجات على الاطلاق نبات الجيمنيما ده عشبه هنديه بيسموه النبات السحري في الهند. ليه بقى هو سحري وليه هو رهيب جدا في موضوع السكريات ده بالذات؟ المكون الرئيسي فيه بتبقى مواد مضادة لمرض السكر أصلا، بتقلل. لو حد مريض سكر أخذ النبات ده كمكمل غذائي أو كنبات كده بالمضغ يوميا، الورق الشجر بتاعه، نسبة السكر بتاعته بتقل بالتدريج مع دواء السكر بتاعه. غير كمان لو هو مش مريض سكر بقى خالص، هي بتقلل امتصاص السكريات من الأمعاء. يعني النشوي او البسبوسه بقى والسكر اللي انت بتاخده ده بيقلل امتصاص السكر ده في الامعاء النابته دي. غير بقى حاجه لذيذه قوي، ان هي بتقلل الرغبه اصلا في تناول السكر. لو مضغت الورق الشجر بتاعها او ورق النبات ده بتضيع طعم السكر، مش هتحب السكريات. مع الوقت هتحس ان انت مش حابب تاكل سكر، مش حابب تشرب الشاي بسكر كتير. هي دي الميزة فيها. غير كمان ان هي بتزود كمية الانسولين في الجسم، بتحسن وظيفة او خلايا البنكرياس. مع استعمالها الكوليسترول بتاعك بيقل، صورة الليبيدز اللي بتاعتك دي كاملة بتظبط، الدهون الثلاثية بتقل. ليها دور كمان في تكيسات المبايض عند السيدات. احنا نقدر نقول ان هو علاج مساعد لمريض السكر، انه بيقلل السكر، علاج او حاجه مساعده للناس اللي بتعمل دايت، ان السيطره على الكربوهيدرات والنشويات اهم من الدهون في موضوع التخسيس. يعني الناس دايما بتركز على الاكل السمين، اخفف الحاجات السمينه، لا، الاهم من كده كمان العيش السكريات، العيش والمكرونه وفي ناس بقى ظريفه تقول لك لا انا مش هاكل رز بس هاكل عيش زي ما انا عايز. لا، ده بيتخن اكتر. بيتخن اكتر. فالرز، العيش، المكرونه، البطاطس، النشويات دي، وطبعا الحلويات، الحاجات دي هي دي اكتر حاجه بتزود الوزن. فالسيطره عليها من خلال حاجه زي الجيمنيما سيلفستر بيجيب نتائج كويسه، وموجوده في السوق كمكملات، وموجود العشبه بقى اللي هي الهنديه دي. حلو.